السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله الوصفة بتاعتنا بتهدي الاعصاب. لو عندك توتر، لو ما بتعرفيش تنامي كويس، الوصفة دي حلوة جدا، طبيعية، كلها مكونات طبيعية حلوة قوي 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 قوي، هتفيدك ان شاء الله وهتهدي جدا من الاعصاب. يعني وصفة حلوة قوي 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 ومكوناتها بسيطة، وان شاء الله تلاقيها موجودة على طول، وممكن تكون موجودة عندك كمان. بس يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناة، وكمان تفعيل الجرس، وكمان ندوس لايك للفيديو علشان الفيديو يتشاف. طيب الوصفة بتاعتنا النهاردة بقى هيكون ايه مكوناتها؟ المكونات هتكون برتقانة وكمان نعناع. طيب هنعمل ايه؟ وفي بقى حاجة تانية، ايوة، معلقة من الشمر. الشمر ده يا بنات بتجيبوه من عند العطار او من فتح الله، تمام؟ ابتدي ان انا اقشر البرتقانة. انا مش هحتاج من البرتقان غير القشر بتاعه، تمام؟ لان اصلا الفوايد بتبقى في القشر. وهحتاج معلقة من الشمر، قلتلكوا هتجيبوه من عند العطار او فتح الله. وهحتاج كمان نعناع. عايزة اقولكوا ان النعناع ده من الحاجات المهدئة جدا جدا للاعصاب، وطبعا ده متوفر جدا دلوقتي في السوق. طب هنعمل ازاي الوصفة الحلوة دي؟ يلا هقولكوا هنعملها ازاي. اول حاجة انا هجيب حلة احط فيها مية، واحط فيها القشر بتاع البرتقان، واحط معلقة من الشمر، واحط كمان النعناع زي ما هو يا بنات بالعيدين بتاعته، علشان انا عايزة كل الفوايد بتاعة النعناع تنزل للمية دي. هسيبها تغلي بقى ايه كويس قوي قوي لحد ما الاقي لون المية اتغير تماما ويبقى بالشكل ده. ابتدي اصفيه واشربه، هيهدي جدا جدا من اعصابنا. هتلاقي نفسك لو مش بتعرفي تنامي هتنامي تحفة. باي باي.